طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات ثورة تشرين ومحاولات السياسيين وزعماء الميليشيات التحذير منها أو من استمرارها مع ازدياد زخمها، والتي اتسمت بسلميتها ومطالبة بإسقاط كامل النظام السياسي ورفض أي شخصية من منظومة العملية السياسية لترشح لمنصب رئيس الوزراء. كما نضع أيضا وسنناقش أيضا تهافت أحزاب السلطة على تقديم مرشحيهم رغم رفض المتظاهرين لأي شخصية شاركت بالعملية السياسية. سنبحث مشاهدينا الكرام ذلك في هذه المتابعة الخاصة مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مرحبا بك. حياك الله دكتور سمير. وأيضا عبر الهاتف أرحب بالناشطة المدنية الأستاذة ناهدة أحمد. أستاذة ناهدة مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب من وسط بالناشطة المدنية الأستاذة هدى جاسم. مرحبا بك أستاذة هدى. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع إن شاء الله هذه المناقشة والمتابعة للتغطية الخاصة بعد فاصل قصير، كونوا معنا. إذن نبدأ معك دكتور رافع الفلاحي الباحث السياسي ضيفنا في الاستوديو. العملية السياسية وزعماء الميليشيات منهم قيس الخزعلي تحديدا تحدث عن أنه يرفض أي انتخابات مبكرة ويحذر من فراغ دستوري ربما تقود إلى حرب أهلية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قضية التحذير من الحرب الأهلية والذهاب إلى الفراغ القضية ليست جديدة، وكل أرباب العملية السياسية يتحدثون بها من أول يوم، يتحدثون بها الحقيقة طوال هاي السنوات ما يقرب من 17 سنة يتحدثون بها، وكأنه يعني لا بديل عنهم في قيادة العراق والاستمرار في حكم العراق. هم صمام الأمان، هم يعتبرون نفسهم هكذا. واليوم عندما يتحدثون عن الحرب الأهلية عليهم أن يقولوا للشعب حرب أهلية بين من ومن. هم يريدون أن يوحوا للشعب، يريدون أن يوحوا للجميع في أحاديثهم هذا أن هناك أن الشعب منقسم على نفسه، هناك من يؤيدهم، يؤيد هذه السلطة ويؤيد العملية السياسية من الشعب أنا أقصد، وهناك من هي فئة خارجة من الشعب ضد هذا التأييد، وأنهم سلطة شرعية بهاي كل هاي الميليشيات وهذا الخراب والفساد والدمار هذا 16-17 سنة. هم سلطة شرعية ومنتخبة مثل ما يقولون، وهذا الشعب خارج ضدهم، لذلك الشعب مثل ما وصفوه شغب مشاغب، ربما وصلت الحد اللي يوصفون هو يعني شعب غير مدرك لما يفعله، وبالتالي هم عليهم أن يعيدوا هذا الشعب إلى جادة الصواب، خرج عن الجادة الحقيقة، هم هكذا يتصورون، وبالتالي هناك يعني إذا ما ضغطوا هذه القوى الشعبية بهذا الاتجاه ستؤدي هذه إلى حرب شعبية، حرب أهلية، حرب بين من ومن. هذا الشعب كله حقيقة الأمر أن الشعب كله العراقيين كلهم خرجوا ضد هذه السلطة الباغية، ضد هذه العملية السياسية، وهذه العملية السياسية لا تمثل كتلة معينة الشعب يتحارب معها، يعني ليس هناك من حرب بين الشعب والشعب، هناك كتلة باغية تحكم العراق بعملية سياسية بإطار سياسي مخرب وخرب وكل مخرجاته سيئة، خرج عليها الشعب لتغييرها فقط. إذا ما هم استخدموا أسلحتهم وميليشياتهم هذا لا يعني أنه حرب أهلية بين الشعب وبين نفسه. الحرب الأهلية لها قياسات ولها معايير ولها يعني حتى في علم السياسة لها محددات. طيب زعماء الميليشيات هم مقتنعين بهذا الكلام؟ يعني عندما يتحدث عن أنه نحن الأمان ونحن صمام الأمان وفي حال استمرار التظاهرات سيكون هناك فراغ ويكون هناك حرب أهلية، هل هم مقتنعون بهذا الكلام؟ هو مقتنع ما مقتنع مو هذه القضية، هو مقتنع بالمكاسب اللي يكسبها، هو مقتنع أنه يجب أن يبقى على سدة الحكم، هو مقتنع يجب أن يقودك، يجب أن يكسر ظهرك، يجب عند مشروع يجب أن ينفذ، وهكذا اقتناعه. اما الشعب شو يريد؟ هو مقتنع انه هو يقدم لك ديمقراطيه وحريه. 17 سنه العراق من ضيم الى ضيم، وفي كل قوائم
قوائم العالمية وليست قوائم العراقية. العراق أعلى دول الفساد، العراق أعلى دول الانهيار في التعليم وفي الصحة وفي كل شيء، في الخدمات في كل شيء. أسوأ المدن، الجواز العراقي أسوأ جواز، الحياة العراقية أسوأ حياة. عدد الذين يصابون بالكآبة في العراق هم الأكثر في العالم. السوداوية اللي يعيش أهل العراق هي الأكثر. عدد المنتحرين أكثر، عدد المطلقات أكثر، نسبة الطلاق عالية جدا، نسبة المهاجرين أكثر، نسبة النازحين أكثر، نسبة الخراب، نسبة اللي العاطلين عن العمل أكثر، نسبة الفقراء أكثر. قضية متشعبة وكارثة كبيرة. هم لا يريدون هذه القضية، يعني لا تهمهم. المهم أن يبقون في السلطة، وإذا ما تحرك الشعب يقولون حرب أهلية، إذا ما أردتم تغيير هذا النظام السياسي هي حرب أهلية. يهددون الشعب بهذه القضية، إذا ما أردتم سنذهب إلى الفراغ. أي فراغ؟ هذا الفراغ الذي يتحدثون عنه أفضل للشعب من هذا الحال السيء. ويهددون أن سنعود إلى المربع الأول، ودائما ما نقول ما هو المربع الأول هذا الذي يتحدثون عنه، يعني يخوفون الشعب به. ما هو هذا المربع الأول؟ دائما ما يتحدثون المربع ويقصدون بالمربع الأول أنه كانت في بداية 2003 فوضى، فساد، خراب، ما أحزاب، ما لا تعرف نظام سياسي. وهو العراق الآن وين؟ ما هو هذا الحال اللي يعيشه العراق من عام 2003 لحد الآن في هذا المربع؟ ما زالت الطائفية تحكم، ما زال. لولا هذا الشباب اللي خرج في هذه الثورة وكسر الطائفية وكسر طوقها لكان العراق ذهب إلى 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 الهاوية الحقيقة. وكثير من الناس يأسوا من هذا الحال وكانوا يشعرون إنه العراق ذاهب إلى الموت وسيعلنون موت العراق قريبا. لكن الشباب هذا اللي خرج في هذه الثورة أعاد الأمل وأعاد الحياة للعراق بعدم طائفيته، يعني عابر للطائفية، عابر للفكر الفئوي والصغير والهويات الفرعية، ونادى بهوية واحدة عراقية ونادى بوطنه. هذا أعاد الأمل، وهذا ما رأيناه، وهذا مو مطلوب. يعني حتى أن هذه قوى السلطة، قوى العملية السياسية لا تريد هذا، لذلك تعاديها وتعتبر انه هناك حرب. وهو هذا يعني هذه خلاصة الموضوع. هم يعتقدون، ما يعتقدون، هم لديهم قناعة ولديهم تصميم انه اذا ما وصلت الحال فهي حرب. وهم شنوا الحرب على الشعب، هي حرب بينهم وبين الشعب، بين هذا الشعب الذي خرج لإزالتهم لتغيير الوضع، بينهم وبين حرب، لانهم يجب ان يبقون بالسلطة وهذا الشعب يجب ان يبقى يعاني، يموت قهرا، يموت مرضا، يموت حزنا، أمية، خلي يتحمل. لكن هم يجب أن يبقون بالسلطة وتبقى هاي أقاويلهم وهذه كلامهم الفارغ وهذه ادعاءاتهم الكاذبة باقية والناس تسمعها وتصدقها غصبا معها، صدقتها وصدقتها هذا 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 الموجود. وهذه هي الحياة، هذه حقيقة الموضوع. فلا حرب أهلية ولا وجود لحرب أهلية ولا أبدا. هاي كانت سابقا، يعني بسنوات سابقة حرب أهلية سنة وشيعة، الآن يعني بماذا يقولون؟ كانوا يقولون بعثية وما أعرف ماذا يقولون عنها الآن. كل حججهم في هذا الموضوع سقطت مرة واحدة وانتهت، كل الأقنعة سقطت. الآن يعتقدوا حرب شيعية شيعية، هي ليست حرب شيعية شيعية أبداً. هذه السلطة لا تمثل الشيعة، وهؤلاء هذه الأحزاب اللي يقولون إحنا نمثل الشيعة لا يمثلون الشيعة. الشيعة قبل كل شيء عراقيين وناس عراقيين. وش قدموا للشيعة؟ وش قدموا للناس؟ قدموا للسنة وللشيعة والأكراد العرب. هؤلاء لم يقدموا شيء، قدموا لأنفسهم. أرصدتهم بالخارج، زادت بيوتهم وسرقاتهم ونهبهم، وضيعوا العراق وضيعوا هويته، وجابوا إيران وغير إيران وخلوها، وصار العراق مطية لها. والحقيقة هذا الموضوع، والعراق صار في آخر الدنيا. وهذا العراق الجميل البديع اللي مهد الحضارة، اللي يشع نور وثقافة وبي شعراء وبي أدباء وبي فنانين وبي سياسيين وبي علماء وبي جامعات وبي مدارس وبي علم وبي حياة جميلة، كلها ضاعت انتهت وحولوه إلى مقبرة، ويجب أن يحكمون هذه المقبرة والشعب يجب أن يعيش في هذه المقبرة. هذه وبالتالي خرجت تظاهرات لإسقاط هذا النظام. نعم. أرحب بالناشطة المدنية الأستاذة ناهد أحمد. أستاذة ناهد مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. متظاهرو بغداد مستمرون ومصرون على الاستمرار في تظاهراتهم وازدياد زخمها في ساحات الاعتصام، لن يتراجعوا حتى تحقيق مطلبهم الأساس وهو إسقاط
كامل النظام السياسي في العراق. هل من تحديات تواجه المتظاهرين الآن في العراق؟ يعني بحسب مشاهداتك وبحسب كونك يعني ناشطة مدنية خلال الفترة المقبلة على الأقل. نعم. التحديات اللي تواجه المتظاهرين أنه الحكومة مصرة على موقفها، لا تبني ولا تعمر ولا تلقي أي حلول، وتقترح لنا شخصيات الشعب رافضها أساسا من رحم الأحزاب، من رحم الفساد. طيب هو الشعب لويش خرج؟ كله من وراء هذه الكتل والأحزاب الفاسدة، وهذه الكتل والأحزاب الفاسدة أصلا مخالفة للدستور، تأسيسها مخالف للدستور، لأنه أنت لا تقرأ الدستور، هو ولو ملغم بخصوص المحافظات اللي منتظمة بأقليم إذا ما صوتت على إذا أعلنت الفيتو على قرار محدد، ها هي تنفصل. لكن إحنا أخش موضوع ثاني قانون الأحزاب. قانون الأحزاب صحيح وفق الدستور ويلبي حاجات الشعب وتطلعاته، لكن هم اللي خالفوه وسووا أحزاب مذهبية إثنية. قانون الأحزاب يعني كيف لبى تطلعات الشعب؟ لأن خالفوا الدستور. عندنا أحزاب إسلامية، هو ممنوع الحزب ما يمثل لازم أي فئة، لا إثنية ولا طائفية ولا مذهبية ولا دينية. لكن هم ما يفعلوا هذا القانون، ما يفعلوا هم، ما يفعلوا نهائي، ما راح يفعلوا نهائيا، لانه هو هذا اساس حل المشكله. فهم ما يبغون. طيب الان يعني مع استمرار التظاهرات ست ناهد، يعني الحكومه اتخذت اجراءات و اولا بالتهديد والوعيد ثم بالاغتيالات. نعم. وكذلك بالخطف ضد الناشطين خلال هذه الفتره، يعني كيف يؤثر ذلك على سير التظاهرات من وجهه نظرك؟ على سير التظاهرات. نعم. تظاهرات مستمره رغم كل هذا، مستمره وبدت تتوسع الان بالنافرية وبابل اتوسعت اصلا، امين اخذوا وشكل الاعتصام. نعم. المتظاهرون إذن مصرون على هذه التظاهرات وتحقيق مطالب الثورة. مصرين وأنا منهم إلا وإحنا الوطن اللي نريده بدونهم، وما سبق وأن قتلت. نعم. الوطن اللي نريده بدون هذه الأحزاب. هم تطلع هاي الأحزاب تسقط، هو هذا الوطن اللي نريده. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت إلى مليونية يوم غد الجمعة، يعني ما هي توقعاتكم لاستجابة المتظاهرين لذلك؟ استجابة المتظاهرين أعتقد راح يستجيب المتظاهرين، وما أعرف والله، اللهم الحكومة هسه هي أكيد عندها تحضيرات لإبادتنا، بس إن شاء الله الله يعني ما معانا، الله مع الحق. الحق ويانا واحنا ما خايفين. نعم. ابقي معنا. نعم ابقي معنا ست ناهد. دكتور، الحكومه مصره على موقفها وتقترح شخصيات من داخل العمليه السياسيه، من داخل من شارك بالنظام السياسي الذي يصفه المتظاهرون بانه نظام فاسد وعلى هذا النظام ان يسقط، وهم مصرون على تحقيق هذا المطلب. يعني هل هو تجاهل من قبل الحكومه؟ الا يدركون حجم هذه التظاهرات الآن التي يشهد لها العالم بقوتها ومطالبها التي مصرة على تنفيذ مطلب إسقاط النظام؟ قبل هذا سأجيبك عنه، لكن السيدة كانت تتحدث عن، وهي محقة في الحديث عن يعني قانون الأحزاب، لكن نعم. أريد أن أقول أيضا أن هذا القانون بغض النظر عن الدستور هذا المسخ، نعم. هذا لا يستحق حتى الحديث عنه، هذا الدستور تمزقه وترميه بسلة المهملات، لأنه هو دمر العراق هذا الدستور. لكن حتى قانون الأحزاب هذا واحدة من النقاط الأساسية التي يجب أن يتضمنها كل قانون الأحزاب هو تمويل الأحزاب. من أين لك؟ يعني أي حزب يجب أن يقدم من تمويله؟ هذا قانون الأحزاب اللي خلوه يعني يمكن سنة 2014 ما بي هذه الفقرة، ما تقول إن هاي الأحزاب منو تمويلها، يعني حزب الدعوة من يموله؟
المجلس الأعلى من تمويله، الحزب الإسلامي شنو تمويله، وخلي يقولون من تمويله. فبالتالي لأنه هاي التمويل سيظهر وش قد كان عنده من إجى بـ 2003 وش قد أصبح عنده ومين هذا التمويل. يعني يجب أن أول شغلة يجب أن تمتع بالشفافية وتعرف أنت هذا الحزب من يموله وشون يمول وما هي مصادر المالية. فبالتالي تعرف أنه هو يأخذ من الدولة، يأخذ من المواطن حتى ينظر على المواطن، وحتى يأخذ الكراسي الحكم ويحكم المواطن بالحديد والنار ويسرقه ويفسد كل أمواله وبحياته، هاي قضية. أو يأخذ من الخارج تمويله خارجي تجي من إيران وعرف من غيره، أو مصادر، يعني شنو مصادر، أو يستولي على أموال الدولة ووظفها لخدمته. وبالتالي صارت هذه الأحزاب إمبراطوريات الحقيقة، لأنه هذه الأحزاب عندها مكاتب اقتصادية، عندها أرصفة بالموانئ، عندها مطارات، عندها طيارات. أي أحزاب هذه؟ قضية غريبة عجيبة. لذلك هذه الأحزاب أساساً ليس لها علاقة بتسمية الحزب، يعني حتى تسمية حزب الإطار اللي ينطبق عليه لا ينطبق عليهم. هذه النقطة. ثانية، هذه القوى التي بالعملية السياسية مباشرة بعد، يعني هم من عام 2003 لحد الآن كل التظاهرات اللي طلعت واجهوها بأساليب متعددة، بالحديد والنار والاعتقالات والاتهامات والمندسين بهذا الشكل. ومن 21 الأول عندما خرجت ثورة تشرين واجهوها أيضا بهذه الأساليب، القتل واستشهدوا، هم يتحدثون عن 600 شهيد والعدد أكثر من 1000 شهيد، والآن العدد بين شهيد وجريح أكثر من 28 ألف مواطن عراقي، وهذا عدد حروب ما يسقطون القتل. يعني هذا العدد ربما لا يسقط مثل هذا العدد في حرب بين دولتين، لكن مع ذلك العراق لحد الآن أكثر من 28 ألف مواطن عراقي بين شهيد وجريح، وهذه كارثة كبيرة. فهم واجهوها بالحديد والنار والاتهامات وأيضا واحدة من أساليبهم عدا الميليشيات والقتل والاختطاف والتغييب وكل هذه القضايا التي تجري، واحدة من أساليبهم محاولة اللعب على التظاهرات، محاولة تدوير نفسهم، محاولة هذه أن يلبسوا قناعا آخر، نسوي لكم قانون الفلاني، قانون انتخابات، قانون مفوضية، ما أعرف منه، محاولة إعادة تدوير نفس النفايات. الشعب رافض هذه النفايات لأن هذه النفايات أزكمت أنفه، دمرت حياته نحو 17 سنة المواطن. هذه مخرجات هذه العملية السياسية، روائح كريهة وفيروسات وأمراض وطائفية وخراب وفساد وبوق ونهب وضياع للهوية وضياع للمستقبل وضياع لكل شيء. فلذلك المواطن طلع خرج ضد هذه حتى يزيلها. هم يريدون إعادة تدوير هذه القضية. بعض الأشخاص يعيدون، أولاً هم يحاولون أن يقولوا أن القضية، يعني يوحون أن القضية تتعلق بالأشخاص، أن المتظاهرين خرجوا ضد هذه الوزارة بأسماء معينة، يعني ضد شو اسمه عادل عبد المهدي، ضد لا وضد فلان وفلان، فنبدلهم الذولا نجيب غير أشخاص والقضية تمشي. القضية لا تتعلق بالأشخاص، القضية تتعلق بإطار سياسي، هذا الإطار محاصصي طائفي عرقي مدمر للعراق، يشجع على الفساد، يشجع على الخراب، يشجع، هو بيئة خاصة ومناخ خاص للفساد والخراب ولتدمير هوية العراق. فلذلك الشعب خرج ضده. هم يحاولون تدوير هذه النفايات مرة أخرى، إعادة تصنيعها. يعني عندما كنا بالحصار اللي فرض على العراق من 91 إلى 2003 كانت البضائع لا تصل إلى العراق والمواد الأولية لا تصل إلى العراق، فيعاد تدوير بعض المواد البلاستيكية، إعادة تصنيعها مرة أخرى لكي تظهر، وكانت سيئة، إنتاج سيء جدا جدا، لكن المواطن يتعامل وياها لأنه ماكو بديل. هم يريدون نفس القضية، يعني يدخلون ذولا بغير قضية وطلعونهم بغير وجوه، وهذا بدل عادل عبد المهدي نجيب لكم مهدي عبد العادل، ما أعرف من هو. بهذه الطريقة وانتم تقبلون، يجب أن تقبلون، والسياسات تستمر نفسها، ومثل حزب الدعوة بدله حزب المعرف منه يسوي، وهي نفس الوجوه ونفس الإطار ونفس التوجهات ونفس نفس الخضوع ونفس الجهات التي تحكم الخارجية والداخلية تبقى مثل ما هي، وعلى الشعب أن يعود إلى بيته وخلص حققناكم المطلوب. هذا كل المطلوب. فلذلك
يتحدثون الآن مجلس نواب يجتمع، ما هي الكتل نفسها، مجلس النواب نفس هذه الكتل لهذه الأحزاب البائسة اللي دمرت العراق، وذولا يمثلوهم ولا يمثلون الشعب، والقوانين التي يخرجونها يحاولون بها بأي طريقة اللعب على الشعب لغرض القبول بها، ويدفعون إلى الواجهة أشخاص الشعب رافضهم، يقولهم ما نريدهم أنتوا، إحنا ما طالعين ضد أشخاص، طالعين ضد كل هذا النظام، هذا شكله وكل مخرجاته السيئة ما نريدها. إحنا بالعراق، العراق رحم العراق ولود، وبي ناس مخلصين كثيرين، وبي بعقول كثيرة وقادرين يديرون هذا البلد. أنتوا شنو القضية يعني؟ هو عجز؟ لا ترى إحنا البديل عنه الفراغ، تروحون للفراغ، البديل عنا حرب أهلية. يستمر التهديد بالفراغ، نعم. الفراغ والحرب الأهلية، لذلك هذه القضية يعاد الحديث بها، وكل رؤساء الميليشيات، كل رؤساء الأحزاب، وكل اللي مسؤولين في هذه العملية السياسية يتحدثون نفس الحديث، وكأنهم يعتقدون أن الشعب مغيب وعقليته صغيرة عشان العراقيين ويستطيعون أن يلعبون عليه. هذا شعب ذكي، وشعب له رؤية، وله كرامة، له أخلاق، له وأثبت ذلك، له ماضي وله حاضر، وهذا قضية وأثبت. وهذا الشباب شباب واعي مثقف جميل رائع، قدم خيرة شبابه، تضحيات كبيرة جدا، شهداء، وما زالوا يعيدون بتضحيات كبيرة ولا همهم هذه القضية اللي همهم هو الوطن، وبالتالي يرجعون بعد كل هذه التضحيات ينطوها بيد ذولة لكي تعاد مرة أخرى القصة، وندخل في نفق أخرى. نعم. في نفق لمدة 17-18 سنة أخرى حتى تطلع ثورة الأخرى. هذه القضية لن تتكرر، يبدو أن هذه أحلام العصافير. نعم. التظاهرات انطلقت ولن ترجع أبداً. نعم. أرحب أيضا بالناشطة المدنية هدى جاسم، مرحبا بك ست هدى. أهلا وسهلا، ميت مرحب أستاذ. ست هدى، المحافظات الجنوبية يعني شهدت حراكا نوعيا كبيرا، هل لك أن تحدثيننا كيف يتم التنسيق مع المتظاهرين في بغداد؟ أستاذ، احنا اكو عندنا يعني اشخاص، يعني شلون نخليهم يعني مختاريهم نموذج كفو، نموذج معين ننسق امورنا بالمحافظات بعد المؤتمر او ندوة، وندلب اصواتنا نروح لبغداد. نعم، هذا كل ما بالأمر. أما بالنسبة لوضعنا طيب الحالي ست هدى، يعني زعماء الميليشيات يحذرون المتظاهرين من الاستمرار في هذه التظاهرات، ويقولون إنها سيكون هناك فراغ وسيكون هناك حرب أهلية. هل يعني ترين أن المتظاهرين يعني يصدقون بهذه التصريحات؟ أستاذ العزيز، أنا واحدة من المتظاهرين، أنا واحدة من الثوار، أعتبر نفسي إحنا ما نصدق بأي كلام هم يقولوا. أستاذي، بعد استقالة الحكومة وقبلها من قبل البرلمان، هذه تعني نسف لجميع الإصلاحات والقوانين التي دفعت بالبرلمان للضغط على المتظاهرين، لأنها باتت بحكم الميتة. استاذ، احنا لما طلعنا بالشارع ما طلعنا اعتباطا، طلعنا نتيجة حدث ونتيجة شعور مؤلم بداخل كل عراقي. فلما طلعنا بالشارع ردنا مو فقط نغير شخص واحد، لا، نغير الحكومة بأكملها. واحنا على استعداد نقف، ولا زلنا نقف وقفة مشرفة من أجل إعلاء راية العراق وحدتنا مطالبنا. نعم. أستاذي العزيز، إحنا عندنا شروط، مال إنه نتراجع عن ثورتنا مستحيل، لو يقمعوننا بشتى الطرق، ولو هم يعني استخدموا ويانا، استخدموا حالات قمع وحالات اغتيال وحالات سياسة تكميم الأفواه، الملاحقات، الإبادة الجماعية للمتظاهرين السلميين، وحتى احنا يعني بنفس الوقت احنا ما نملك لا أسلحة، فقط نملك عقول ومبدأ نحو تحرر سلمي. هذا هو هدفنا، هذا هو هدفنا الأسمى اللي نسعى لتحقيقه. أستاذ العزيز، الأحداث اللي تصير بالشارع حاليا أسبابها عديدة. واحدة من الأسباب اللي تدفعنا تواجدنا بالشارع
هو قيام حكومة جديدة. الحكومة بعد استقالة يعني قبل شوية قلت لك استقالة حكومة عادل عبد المهدي هي نسف لجميع الإصلاحات. حاليا رئيس الوزراء المنصب مالته شاغر، مطالب الشعب تحدد رئيس وزراء، فوضعت عدة شروط بالمرشح الجديد، وما خلوا برهم صالح وجماعته خلوا مرشح من قبل اسبوع، المرشح اللي خلوه من يمه من طرفهم احنا الشعب ما قابل به، وهو محمد الشياع السوداني. الشارع العراقي والمتظاهرين وخاصه المناطق الوسط والجنوب انتفضوا وثاروا، ف شلون ما يقول تراجعوا. فاحنا هسه ايش خلينا شروط بالمرشح الجديد. هذا الشروط يعني كل الشعب مختارها بناء على رغباته وبناء على اختياره. واحده من الشروط او مجموعه الشروط اللي وضعناها ان يكون مستقل، ان يكون غير متحزب ولا ينضم لاي حزب او كتله او تيار، ان يكون ذو جنسيه عراقيه من ابوين عراقيين، ويكون معروف من قبل الشعب، ويكون احنا اللي نختاره مو الحكومه الحاليه اللي هي تختاره. هذه الشروط استاذي العزيز وجدت بعده اشخاص، يعني مو شخص واحد، وعندنا اشخاص يعني اكفاء مؤهلين، منهم يعني قياديين عسكريين، منهم يعني اطباء، ومنهم يعني حتى مهندسين. فستة احنا رشحناهم. لحد الان نشوف مراوغه اكو بالموضوع، نشوف مراوغه من قبل الحكومه. احنا لحد الان الشعب والمتظاهرين ما يقبلون بوضع رئيس وزراء ما يعرف تاريخه والى اي فئه هو منضم. ثانيا، مطالب الشعب العراقي ترفض وبشده تدخل الحكومه الحاليه بتشكيل الحكومه الجديده واختيارها. نعم، ابقي معنا. يعني شلون ابقي معنا دكتوره هدى جاسم. حاليا استاذ العزيز، نعم. حاليا رئيس الوزراء برهم صالح ما عرفت نواياه تجاه الشعب، لكن الشعب غير غافل عن هذا الاهداف اللي هو وضعها. وقد يوم امس البارحه شكل مؤتمر الا انه لم يفلح بذلك. ليش؟ لانه الشعب بدا يعني يستجمع خبره ويستجمع قوه ويستجمع يعني فئات من المجتمع انه يعرفون نوايا. هذا القرار تاجل، او العفو، هذا المؤتمر تاجل لنتيجه انسحاب بعض الاطراف الكرديه والسنيه، لذلك توقف ويستأنف من جديد. اذا استأنف من جديد ووضعوا هم يعني من يمهم خلوا رئيس وزراء، لا اكيد الشارع والثوار ما راح يقبلون. الشعب العراقي استمر بالثوره مهما اشتدت او عصف بها الامر. نعم. ولن يرضخ لما تمليه علينا الحكومه الحاليه. الشعب بيد القرار استاذ العزيز، الشعب بيد القرار. احنا يعني وجميع مدن وسط وجنوب العراق يعني نستمر بالثوره الى ان تتحقق مطالبنا. مطالبنا هو بعراق خالي من الاحزاب وخالي من التكتلات. هذا اللي احنا نطمح به. اما بالنسبه لسؤالك الثاني اللي قلت هل الثوره سوف يعني تقنع؟ لا، الثوره استاذ العزيز مستمرين بها احنا. طفل، طالب، امراه، شيخ، رجل مسن، شاب، كنا مستمرين بالثوره. وحتى لو استمرت هذه الثوره يعني فترات طويله احنا ما راح نتراجع. هذا قرارنا الوحيد هو يعني تحقيق مطالبنا، والمطالب هي مو بايديهم، المطالب بيدين الشعب. على الرغم من حالات اللي نتعرض لها استاذ واني، يعني سبق وان البارحه بلقائنا البارحه قلت لكم تعرضنا لحالات سياسيه مثل سياسه تسميم الافواه، حالات الاغتيال، حالات الملاحقات والاعتقالات،
حتى حالات الإبادة الجماعية اللي يعني احنا واقفين يعني متظاهرين سلميين يعني لا حول لنا ولا قوة، حاولوا بشتى الطرق يقمعون ويبيدون الثورة مالتنا، حتى يعني قذفونا بالماء الساخن. نعم. اللي فترة الجو كان كلش حار، يعني في فترة شهر التاسع أو شهر يعني كان يعني الجو كلش حار، فهم بحمراتهم بتياراتهم المجهزة اللي يعني نعرف الأطراف اللي يعني دا تمولهم، فما قدروا علينا على الرغم أنه ما نمتلك لا أسلحة، فقط هو عقلنا هو مبدأ التسلح. نعم. هدفنا واحد أستاذ العزيز، وإن شاء الله يتحقق، إن شاء الله يتحقق. نعم. هو بإخراج الحكومة الفاسدة وحكومة الأطراف. نعم. أكو يعني دول. شكرا لك دكتورة. يعني حاولت. نعم. حاولت. نعم. ابقي معي دكتورة هدى جاسم، سأعود إليك مرة أخرى. بالعودة إليك أستاذة ناهد أحمد، يعني كيف ستكون يعني موقف التنسيقيات في التظاهرات ثورة تشرين تجاه هذه المراوغات السياسية بإعادة تدوير يعني عناصر ورموز العملية السياسية من جديد؟ والله والله أستاذ هم الكلام ما يفيد وياهم، إحنا راضين راضين. ودا تشوف يعني إصرارنا مهما كل استعدينا لكل أساليب القمع والتتميم الأفواه مثل ما تفضلت زميلتي الإبادة الجماعية كلها، وإحنا مصرين على موقفنا وإن شاء الله نبقى وننتصر. ما يعني هم جربوا ويانا كل المسائل، شربون بعد أكثر من عندنا، ما نتراجع ومستمرين بالمقاومة السلمية طبعا. وبإذن الله تعالى احنا يعني راح نحضر، ما يعني ما نتفق 100% على المرشح على المرشحين مالتنا، لكنه احنا متاكدين راح نتوصل الصيغه. يعني هي لو الحكومه شويه وميليشياتها يعني شلون اقول لك تحاول تتفهمنا ولو 20% احنا هسه نقدم لها مرشحين، بس احنا متاكدين المرشح اللي نقدمه نخاف عليه من حدهم ومن اساليبهم صراحه يخوفون. طيب شكرا لك استاذه ناهد احمد الناشطه المدنيه، كنت معنا من بغداد. دكتور رافع عودة اليك مره اخرى، يعني لماذا ترى يعني زعماء الميليشيات في العراق غالبا ما يتحدثون عن انهم لا علاقه لهم بما يعني بالامريكيين او بالايرانيين وانهم مستقلين عن ذلك، بحيث انه يتحدث قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب عن ان يعني الامريكيين هم من نحوا عادل عبد المهدي وهم من يتحكمون بهذا الامر وليس المتظاهرين. قبل هذا دكتور سمير دعني فقط اعلق على ما سمعته من نعم. من الأخوات، وهو كلام ناشطات وكلام جميل ورائع. ناشطة دكتورة هدى جاسم. نعم. ناشطة فيما يخص يعني خروج الثورة، خرج ضد إطار، لم تخرج لتغيير شخص. يعني القضية ليست أن هذه الثورة تقدم مرشح لرئاسة الوزراء لتنتهي القضية، يعني يذهب عادل عبد المهدي ليأتي المتظاهرين بمرشح آخر يجلس المكان، لأنه بالتالي إذا جئت بشخص القضية شخصية أن تزيل عادل عبد المهدي وتأتي بشخص آخر لكي ينتخب وزارة، هذه الوزارة تحتاج إلى بيئة لتعمل فيها، بيئة اقتصادية وسياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية. إن لم تتجاوب هذه البيئة معها تكون عواملها وأدواتها طوعية وتحت أمرة هذا الرئيس الوزراء والوزارة التي ينتخبها، لن يفعلوا شيئا، لن يستطيعوا فعل شيء. بالتالي أنت أمام منظومة، يجب أن تزيل هذه المنظومة وتبني منظومة أخرى. الشعب والثوار يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون أن المقصد في كل هذا أن تغير المنظومة، منظومة كاملة، وبالتالي كل هذه الأدوات ستعمل مع هذه المنظومة، لأن لا منظومة غيرها. لأن إذا بقت هذه المنظومة الميليشياوية والحزبية باقية هي من يسيطر وستفشل، وستصبح هناك ما يسمى بالدولة العميقة،
واستعمل هذه المنظومة بالضد من كل، وستفشل كل هذه القضية. هذه قضية يدركها كل المتظاهرين، يدركون هذه القضية، كل الثوار يدركون هذه القضية. إذا ما بقيت هذه ستكون ما يسمى بالدولة العميقة، وبالتالي تفشل كل قدرتهم على تقديم مرشحين. يعني هم الآن لما قالت الأخت هدى، قالت نحن لدينا مرشح لكن خاف نقدمهم لأنه يختالوهم، يقتلوهم، يأذوهم. فيعني هذا الإطار، نحن نحتاج إلى إطار دولي. لذلك الحديث عن تدويل قضية العراق حديث منطقي. العراق غير أمام هذه القوى، أنت لا تواجه عملية سياسية فقط وأشخاص وأحزاب، تواجه إيران، تواجه قوى أخرى خارجية، وهذه الغرف الأمنية، هذه غرف الإدارة الأمنية للقضايا، والغرف يعني إدارة سياسية للبلد لا تحوي على إيران فقط. يعني للعلم هناك دول أيضا موجودة وسيكشفون عنها، ستكشف عنها أسماءها، موجودة فيها الدير أيضا هذه العملية. فأنت أمام منظومة إن لم يتم تدويل قضية العراق، إن لم يكن العراق يعني تحت إمرة الأمم المتحدة مرة أخرى لكي يعرف شعبه كيف يقود نفسه وينتصر على كل هذه القضية، لن تفلح هذه القضية. لذلك العامل الدولي الآن هو هذا اللي مرعب هذه القضية. ما أن يصدر تصريح عن الأمم المتحدة أو أي دولة في العالم إلا وقامت قائمتهم. يعني مباشرة وزارة الخارجية قبل أيام عندما صدر البيان من سفارة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بعثت عليهم هذا التدخل بالشأن الداخلي. أي شأن الداخلي؟ ما الساحة العراقية سداح مداح، الكل متدخل فيها. فأي عن أي تدخل خارجي أنتم تتحدثون؟ الميليشيات وزعمان الميليشيات علنا يقولون نحن تابعين لإيران، علنا. ووصلت للحد، وقاحتهم للحد اللي يقول لك إذا ما جرت حرب بين العراق وإيران سأقف مع إيران ضد العراق. بهذه الطريقة يتحدثون، وصلت لهذه الطريقة. فأنت تتحدث عن منظومة، وهذه المنظومة، هذا الشعب يجب أن يحمى بمنظومة دولية. لذلك تدوير قضية العراق مطلب هذه الثورة، لأنه يجب أن توقف هذا كل هذا الدمار، ويجب أن توقف هذه الدول من التدخل في العراق لكي يحكم العراق نفسه، لكي يحكم الشعب العراقي. وبالتالي هو يعرف كيف يصفي قضاياه، يعرف كيف يرتب ملفاته، ويعرف كيف يحاكم المسيئين ويحاكم الفاسدين والمخربين، وتولد من عنده حكومة، تخرج حكومة تعرف كيف تقود، والكل ينصاع لها، والكل يقبل بقراراتها وينفذها بطوعية. هذه الحقيقة الآن، وهذه الثوار يدركونها. هؤلاء الذين في السلطة لا يدركون أن الثوار يدركون هذه ويعملون من أجلها. لذلك هذه الثورة ثورة مباركة، لأنها يعني عرفت أهدافها، عرفت وين ماشية، عرفت طريقها وتعرف الأهداف. وهؤلاء يلعبون في الوقت البدل الضائع، يعني ربما ماكو حتى بدل ضائع وقت، هذه الحكومة وأحزابها يلعبون في وقت خارج حتى كل هذه المسميات. فبالتالي هم ذاهبون إلى المزابل، ذاهبون إلى المحاكمات، وهذا تمسكهم لأنهم يعرفون هذه الحقيقة. حتى يعرفون أنه بالتالي هم سيخسرون الكراسي ويخسرون الحكم وسيقادون إلى المحاكم. لذلك هذا مخوفهم، يستخدمون القتل والاعتقالات والتنكيل والاتهامات، وأبواقهم بالمنابر وغير المنابر والفضائيات، محاولة لتفتيت الثورة بأي طريقة. لكن الثورة الحمد لله ثورة عصية، ثورة شعب. دكتور، البعض يصف ويقول بأنه دائما ما تتحكم بالمجتمع الدولي وبإرادته المصالح، يعني لابد أن يكون هناك يعني جهات تتبع المتظاهرين تنقل صوتهم في الخارج، مكونة من أكاديميين ومتخصصين. بغض النظر عن هذه المسألة وموجودة، لكن الشعب، كل هذه الدول لها مصالح مع العراق، نعم، وهذا لا ننكرها. لكن عندما توقف هذه كلها، الشعب يخرج كله الآن، العالم كله، لماذا تطور يعني الرأي العام الدولي تجاه العراق؟ بدأ ينظر للعراق نظرة أخرى. يعني عندما الآن عندما أسأل أي مواطن عراقي، هل الموقف الأمريكي، الألماني، الروسي، كل دول الدنيا هو نفسه قبل 1 تشرين عنه بعد 1 تشرين؟ لا، اختلف. حتى الأمم المتحدة كلها اختلفت.
من جعلها تختلف الشعب؟ هذه الثورة اللي جعلتها تختلف. نعم. فالآن الكل ينظر أن هناك جهتين، هناك خندقين، خندق العملية السياسية وقواها وخندق الشعب. فبالتالي دول العالم والرأي العام العالمي وكل قوى العالم منظمات ودول بالتالي ستختار مع من تقف. هل تقف مع هذه الحكومة لكي تقتل الشعب وترتكب مجزرة، يعني مجزرة كبيرة هائلة لا يمكن احتمالها عالميا بموافقتها وببركتها، أم تقف مع الشعب لإزالة هذا ولكي يبني العراق مستقبله وحياته بالطريقة اللي يراها، وممكن أن يبني علاقاته مع دول الدنيا ومع منظمات العالم بشكل متوازن وعقلاني وحقيقي وثابت. فبالتالي المنطق والعقل والمصالح تشير إلى أن كل هذه القوى الدولية ستنضم لدعم التظاهرات، لدعم الثورة. هذا هو المنطق، هذه هي المصالح، بهذا الشكل تقاس، لا تقاس لأنه حتى مصالحه مع هذه الحكومة لن تمشي في هذه النقطة دكتور. يعني حتى لو خسرت، اسمح لي، حتى لو اعتبرنا لا سامح الله أنه هذه الثورة استطاعوا أن بميليشياتهم أن يزيحوها، هل تستطيع هذه الحكومة وأحزابها وقواها وكل هذه أن تتحرك في الشارع مثل ما كانت تتحرك قبل 21؟ أبدا. هناك دماء سالت، هناك عدم ثقة نهائيا انقطعت، هناك جسور قد تقطعت. والنقطة الأخرى اللي حضرتك سألتني عليها، هم من البداية يسألوا يعني يتهمون الثوار بأنهم شغب، بأنهم تبع إلى الخارج، يعني يحاولون رمتني بدائها وانسلت، هذا التعبير الصحيح عن ما يعني هم من جاءت بهم هي قوى خارجية، جاءت بهم أمريكا، الآن يتهمون الشعب أنه أمريكي، أمريكا وإسرائيل والإمارات وما أعرف منه والسعودية وراكم وترك، عيب هذا الكلام. صح. هذا الشعب ليس وراءه غير، يعني أنتوا شكنتوا باني للعراق تجربة وردية وجميلة، والعراق كان والعراقيين كانوا ينعمون ببحبوحة من الحياة السعيدة، والآن تبطروا عليها وخرجوا، لذلك اتهموهم والأمريكان لوشي، يعني لوشي يساندون الشعب ضدكم إذا كانت أنتم محققين هم كل مصالحهم، لوش يساندون الشعب ضدكم؟ يعني الآن أصبح وأي دول أخرى تساندهم لوش؟ يعني الآن أصبح المتظاهرون هم من يمثلون المشروع الأمريكي والإسرائيلي والخليجي. من وجهة نظر هذه الميليشيات، أما من يمثل المشروع الأمريكي والإيراني والإسرائيلي هي هذه القوى التي تحكم العراق الحقيقة. لأنه كيف تتهم الشعب بهذه؟ وما مصلحة هذه الدول في أن تدعم الشعب العراقي؟ لماذا؟ وإذا مصالحها مع هذه الفئات التي دمرت العراق وخربت، هذه كل الدول تريد عراقا ضعيفا، وهذه العملية السياسية وقواها الحزبية وميليشياتها هي من أضعفت العراق، يبقى العراق ضعيف. طيب ما هي أنت تبحث عن المستفيد؟ من المستفيد؟ المستفيد هم ومستفيد الدول هذه اللي يقولون هي تدعم. ليش تدعم المتظاهرين على ثورة جديدة وشباب واعد يريد وطنه ويريد يبني ويريد ينهض، لكن هي ستضطر إلى دعم الشباب والثوار لأنه لا خيار لها. نعم. هذه الحقيقة. نعم. دكتورة هدى جاسم انقطع الاتصال بها. إذن دكتور أعود إليك مرة أخرى إلى أن يتحقق اتصال مع الدكتورة هدى. يعني القائمون على العملية السياسية يعيدون بقانون انتخابات جديد، يعني ما هو مرمى هذه الوعود؟ ما هي هذه القضية اللي تحدثنا عنها؟ هي إعادة تدوير، محاولة لتلميع صورتهم مرة أخرى، وهذه يعني لا تنفع. يعني محاولات إعادة التلميع، إعادة طرح نفسهم مرة أخرى لا تنفع، زمنها انتهى، وقتها انتهت. خلص الشعب خرج، وخرج ثورته وعارف طريقه. الشعب خرج بتظاهرات كثيرة لكن ربما كانت أهدافه مشتتة. الآن الثورة واضحة بأهدافها، وأهدافها واضحة وين رايحة. نعم. وإطار الثورة وتفاصيلها وطنية عراقية، تريد وطن. وبالتالي لا تحتاج إلى كل هذه المناورات، هذه المناورات لن تجدي معها. محاولة أجيب لك قانون مال انتخاب، أجيب لك قانون مال ما أعرف منه وانتخابات، لا تجدي. القضية هؤلاء الثوار لا يريدون منكم شيئا، يعني يقولون أنتوا فارقونا وإحنا نقدر نسوي قانون انتخابات وقانون مفوضية وقانون دولة ونسوي دستور. قادرين، لديهم عقول ولديهم ناس خبراء ولديهم كل شيء. هذه الشباب يعني مو شباب يعني جاءوا من الفراغ، لا، هذول شباب الوطن، هذول العراقيين وعارفين شنو
وعارفين قدراتهم، هذول اللي يقودون هيش ثوره، ما يعرفون يسوون دستور، وما يعرفون يسوون مشروع وطني، وما يعرفون يسوي لك قانون، كل شيء يعرفون. ما محتاجين منكم شيء، محتاجين ان تخرجون وتتركون الوطن. 17 سنه يكفي من السرقات والفساد والخراب والدمار، وتجربتكم هذه تجربه بائسه ورثه ودمرت العراق. يكفي دكتور، يكفي الناس تريد حياتها وتريد وطنها. هناك إرادة أمريكية وهناك مخطط ومشروع أمريكي في العراق. الرأي العام الدولي حتى وإن تضافر مع التظاهرات الحالية في العراق، هل ممكن أن يقف بوجه المصالح الأمريكية؟ يقف عندما تكون إرادة الشعوب هي الحاكم. إرادة أي شعب لا يمكن أن تقف أمامها أي قوة في الدنيا، هذه هي الحقيقة. دعني أعود مرة أخرى، لو العراق قاوم في عام 2003 كل الشعب العراقي قاوم، أمريكا لو جاءت بمن جاءت بهم 10 مرات هل كانوا سيستطيعون احتلال العراق؟ أبداً والله، مهما كانت أسلحتهم، مهما كانت قوتهم، هذه هي حقيقة. هذه الآن العراق، شعب العراق خرج بهذه الثورة، إرادته واحدة، إرادة الشعب لا يمكن أن تقف أمامها أي قوى. هذه العملية السياسية اللي كانوا يعتقدون، وهذه القوى والأحزاب قوية وقد مسكت البلاد، وإيران وراها وأمريكا وراها والدنيا كلها وراها، العالم كله يأيدها، كل العالم يعتبرها تجربة لأن الهراوة الأمريكية موجودة. لاحظ هذه التجربة البائسة اللي كانوا يتباهون بقوتها، لاحظ شقد مهزوزة وشقد ضعيفة أمام هذا الشعب، لأن الشعب جبار، شعب إرادة لا يمكن كسرها. إرادة الشعب، وهذه في كل العالم، اقرأ التاريخ، من يقرأ التاريخ سيجد هذه الحقيقة، ليست في العراق فقط، في كل الدنيا ثورات الشعوب وإرادة الشعب هي الحاكم، هي الفيصل، هي من ستنحاز لها كل الظروف. أمريكا لديها مشروع، ما أعرف أي دولة لديها مشروع، سيسقط هذا المشروع، وستضطر هذه الدول، وقلت قبل قليل وأقولها، ستضطر الرأي العام الدولي، سيضطر وستضطر كل الدول وكل المنظمات التعامل مع هذه الثورة تعاملا طيبا ومحترما، لأنها تمثل إرادة الشعب، لأنها ثابتة على خطها وتمثل إرادة وطن وخلص. وعليهم أن يتعاملوا، دول الدنيا كلها تعيش بهذه الطريقة، كل دول الدنيا تعيش، والعراق ليس استثناء وليس تعجيزا. يعني هاي ثورة العراق لا هي تعجيز ولا هي استثناء، هي القضية واضحة، وثورة عراقية جميلة ضد واقع بائس وخرب. وبالعكس، العراق هو أول الدول الذي يحتاج إلى مثل هذه الثورة، لأن الوضع وصل به إلى حد لا يمكن احتماله، وصل العراق إلى مستوى لا يمكن احتماله، لذلك خرجت هذه الثورة، وهذه الثورة ستنتصر مهما فعلوا. يعني مو هذه كل التآمرات وكل ساحة التحرير ومندسين وميليشيات وقتل وخطف، لكن هذه الثورة، لأنه إرادة الشعب واحدة. الشعب الآن كله يعني متفق على هدف واحد، إزالة هؤلاء، انتهت ثقته بهؤلاء، انعدمت تماما، هي منعدمة، لكن الآن بعد هذه الثورة أصبحت تحت الصفر خلص، ولا يمكن إعادة الثقة حتى درجة واحدة رفع مستواها، منسوبها لا يمكن أن يرتفع خلاص. فتقديم قانون انتخابات، تقديم ما أعرف منه، لا يساوي شيئا، فبالتالي يعني سيمزقونه ويرموه بسلة المهملات. هؤلاء الثوار عفوا قادرين أن يسوون قانون انتخابات وقانون مفوضية ودستور ونظام وطني وكل شيء قادرين يسوون. وماذا عن إيران التي لن تتخلى عن العراق دكتور؟ إيران حال الدول الأخرى، إرادة الشعب هي الحاكم. نعم. إيران لن تستطيع أن تفعل شيئا إن إرادة، ليش إيران هسه ما تدخله؟ ليش إيران هسه ما هي الطرف الأساسي اللي معادي للتظاهرات كلها؟ لكن هل تستطيع أن تنهي التظاهرات؟ ما تستطيع، ولن تقدر. ترتكب مجزرة تقدر، تدز ميليشيات ترتكب مجازر، لكن هذا الشعب ولود، وهذا الرحم يعني يخرج يوميا أجيال، يقتلون 5 وقالوها، يقتلون 1 نطلع لهم 1000. هذا الشعب خلاص عرف طريقه وعرف حياته، ويجب أن يأخذ حقه، وحقه عند هؤلاء يجب أن يأخذ من عيونهم. نعم. والأيام هم يرونها بعيدة ونراها قريبة، الأيام قريبة وسيأخذونها. في ختام هذه التغطية الخاصة أشكر ضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاح، بارك الله فيك، حياك الله دكتور. وأشكر ضيوفي من بغداد الناشطة المدنية ناهد أحمد، وكذلك من واسط الناشطة المدنية دكتورة هدى جاسم.
كنا معكم هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين ومحاولات السياسيين وزعماء الميليشيات التحذير منها ومن استمرارها مع ازدياد زخمها وإصرارها على مطالبها، وأولها إسقاط النظام السياسي بكامله. إلى تغطية لاحقة، نلقاكم في أمان الله.